موجة غير مسبوقة من عمليات تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة شهدتها محافظة صلاح الدين مؤخراً، خاصة في المناطق الواقعة بين كركوك وصلاح الدين والموصل، حيث تعتبر هذه المناطق نائية مما يصعب حمايتها من قبل القوات الأمنية. ندين بشدة هذه التفجيرات واستهداف أبراج الخط الناقل للطاقة الكهربائية الوطنية وعمليات التخريب، ونطلب من الحكومة معالجة الأمر والإسراع بإيجاد الحلول والتوضيح للشعب العراقي ما هي الأسباب وما هي التقصيرات ومعالجة هذه الخروقات بأسرع وقت. مراقبون طالبوا الجهات الأمنية بالكشف عن من يقف وراء تلك التفجيرات، غير أن مصادر أخرى تحدثت مؤخرا عن جهات وشخصيات متنفذة تقف خلف الحوادث لتحقيق مكاسب مالية، وتحديدا في عمليات استبدال الأبراج المتضررة وكذلك وقود المولدات الأهلية التي تمثل بديلا في بعض الأوقات عن إمدادات الطاقة الوطنية في كل محافظات البلاد. اخر يومين حالين اخر يومين يعني ما كهرباء فد يوم، يعني الله هذا شوف كل العالم روح اسالها كهرباء ماكو يا بشر، كهرباء ماكو، الحركه تن ابراج تفجرت، اعرف الجهه المستفيده من هذا من هذا العمل شنو؟ ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. شغل المسؤولين وين؟ المحافظ وين؟ شيوخ العشائر وين؟ على شنو هذا الاطفاء التايم؟ التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشمالية لأبراج نقل الطاقة الكهربائية جعلت الحكومة العراقية تتخذ إجراءات سريعة بتشكيل خلية أزمة لحماية الأبراج من التفجيرات ولجان لكشف المتورطين. سؤال يطرح، هل سيكشف عن المتسببين بالتفجيرات أم سيبقى الفاعل مجهول؟ من صلاح الدين، عمر السامرائي، الفرات.